عمي انا بتزوج بنتك. البركه يا ابوك، على البركه حياتك. ايوه الله يسعدك، الله يطول بعمرك. ايوه تسلم، تستاهل. مشكور يا ابو عبايتها مجلطة. انا بتزوج بنتك الماسه وعزوز بياخذ يا قدع يا فندم هذا الثاني. بتزوج بنتك؟ ايه باخذ بنتك. تاكل تبن انت ويا ابوك. ها ما قلت لك قليل ادب؟ جليل الحياة، انا زوجك بنتي. ايوه ليش ما زوجت بنتك؟ لا يبا، ان بغيت اعطيها اعطيها حق ريال. ها يا اي نعم، ريال محترم. اما انت شوف على قدك، شوف لي واخير يمك صخالب قال. يلا عاد يلا، ايش تنقد على ولدي؟ ايش تنقد عليه؟ انا اقول لك ابي بنتك بتزوجها. انا ولد عمها. ما في زواج. ليش ما تعطيني اياها يعني؟ ما اعطيها، قطها بالشارع واعطيك اياها. ها ولد عمها ولا فيها؟ يعني مكنسه بنتك انت ولا شنو؟ يا عمي انا جايك طاق الباب. ما راح ابطل لك. جايك انط من الدريشه. نط حالك حال غيرك. شتنط. شتنط من الدريشه. بنت عمك يا بنت عمي ولا بنت عمي؟ فيها انت؟ اخطفها انا والله اخطفها. ايش تخطفها؟ بنت عمك تخطفها؟ ايه اخطفها. يخطفها؟ ايه اخطفها. لا يب، اذا عندك نيه خطف اخطف اخوها غالي. ينيتت عمي بتزوجها، ليش مو راضي؟ ما اقدر ازوجك يبا، ما اقدر. ليش؟ نوح لا تخليني افتح اوراق الماضي. شنو اوراق الماضي؟ اي نعم، ترى الجدر ما يركب الا على ثلاث. شنو ما يركب؟ ما احب اطق تحت الحزام. شنو؟ ولا احب اخلي الحبل على الغارب. شنو هذا؟ شيبي هذا؟ ما ادري شنو الموضوع. تفضل. يبا بياخذ بنتك. يبا ما اقدر، والله الناس بتاكل وجهي يا جماعه. حتى اختها ما راح تزوج، واخوها ما حد يزوجه. يقولون شلون عطى بنته حق واحد امه وافده. يلا عاد احترم نفسك، حط ايدك على راسك، لا طريت ام عيالي هذه. يعني شنو؟ يعني شنو امي وافده؟ ماني ريال؟ نص الديره امهاتهم مو كويتيات يا اخي. بسكم هالتخلف، بسكم هالغباء اللي داخلكم. هذه امي، ام هذه ام، الام طالعها بقيمتها الانسانيه، لا طالعها بجنسيتها. يا بارك الله فيك. يا عمي خلاص اذيتونا، كل ما حكينا ولا سوينا شيء قالوا لنا الغزو الغزو الغزو. ما حد ينسى الغزو، ولا ينسى شهدائنا، ولا ينسى الأسرة، ولا ينسى الموقف اللي صارت في الكويت. لكن ديروا بالكم على الغزو الجديد اللي جاينا بالديرة، غزو الفتنة، غزو الطائفة، غزو القبلية. عدل. هذا الغزو اللي واحد يخاف عدل. منه عدل. مو غزو الحرب. بارك الله فيك. بعدين عندكم مثل تافه، كل من طفى السري قال هذا أصيل وهذا بيسري. هذا مثل ما في حق ولا في إسلام ولا في شيء. خلاص يا عمي على مثلكم هذا قعدتوا نص بناتكم عنس بالبيوت، نص البنات اللي قعدت والسبه انتم وذنبهم برقبتكم انتم يا اللي تفرقون. يا ابهات احضري وبدوي وسني وشيعي، من متى كنا كذي احنا؟ من متى؟ يا عمي اصحى. بعدين هذه امي يا جماعه، امي شلون يعني؟ هذه وش فيها؟ ايش صار؟ وشنو يعني؟ ايش فيها اللي امه مصريه؟ ايش فيه؟ ما في شيء، ما في شيء. في اللي امها ايرانيه؟ ما في شيء. شو يمه الايرانيه؟ ياكل يشرب. شو يمه العراقيه؟ عيال. فهم العالم. افهم انت. حكي لك انت، حكي لك انت وحكي اصلك وتعداك انت، وحك كل ابو يفرق بين سني وبدوي وشيعي وحضري ومسلم وغيره. هل حكي التابع اللي بداخلكم؟ والله يا ان امي ظفر ريل امي يسوى بنتك وانت وكل بنات الدنيا، لا ابوك لا ابو بنتك. بارك الله فيك. زين سوي والله، زين سوي. خلوا الواحد يلكى وقعد. لا 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 العظيم والله العظيم، خلا لك ابوك. طبعا ينفع معاكم الحكي هذا؟ ما ينفع. عطنا بي 52 عشان اقدر اجاريكم انا. ليمون وملح وعطني ضربة. لا لا ها. والله يبا دام هالجعه موجوده ما عندنا هالحكي. يعني انا اضرب اضرب والعنوان والديكم عاد. ما عندنا هالسوالف يا ابوك. ما عندنا هالسوالف. سوالف.
عاد انا اشكر لكم عاد ما يصير يوم بغيت تشرب عاد قدام المدام والله يضع والله لا تخلي عاد الشوتات لا لا, لا 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 انوه لك كمكازي ما حد يشرك عاد انا عليك منه معك ايه ترى عاجز قرت احنا لا يبا لا ما عليك منه ايه الحين بوديه جا خرب النخوه وانام لك بمردانه لا مردانه خلص عليك بس حستر الولد علي على سبتك انا قليل ادب ما يستحي يلا غلط بنت عمه غلط علي ايه ايه اخوه كانت هو اللي يتولد نسيت واخير ورطوبه وحر شنو رطوبه رطوبه نسيتك ان انا اخوك نسيت والله اخذها اخذها اخطفها قلت لك ما تقدر تخطفها يا فيكتور ازورو يلا تشاب يلا شنو فيكتور ازورو شنو فيكتور ازورو دراني شنو فيكتور شنو هذا محترف كم انت وقح اخذها يبا اخذها اخذها لا جاب لي انا يلا 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 انا سبك عمي ما تزوجني والله اخذها تزوجها الحياه ما يستاهل تزوجها تزوجها غصب تاخذها يا